نعم. طيب حنين، انت بعد هذه المسيره كلها بالاعمال الدراميه نادرا نشوفك، يعني الحديثه نادرا نشوفك، ليش؟ ماكو فرصه يعني. يعني مدى تجيك فرصه؟ لا ماكو فرصه. ما حد يطرح عليك مثلا عرض او عمل؟ لا، لانه اني حكيت انه يا اما موضوع تنازلات او موضوع انه ذا اليوم اريد انزل مثلا بعمل. نعم. هم يعرفوني كاسم واني اعرفهم شخصيا، هم اصدقاء يعني مو غربه. يا اما تنطيني فلوس، يا اما انه شلون اوصل لك الفكره انه حنين انت ببالي. موضوع كعلاقه حب، من باب انه كعلاقه حب وكصداقه وامور ثانويه، فاني ما مجبوره انه انزل عمل في سبيل مقابل. تمام. يعني هنا نقدر نقول انه حنين اذا شفناها بالوسط الفني من جديد، يعني هي نقول هنا قدمت تنازلات. مستحيل ولو اموت لا اني اللي انزل عمل في سبيل تنازل او مقابل. لان انت لو تريدين كان من البدايه واصلا ما تطرقين هذا الموضوع. مو ولا اني مضطره انه اسم اهلي كعائله فنيه انه اخربه في سبيل انه على مود اطلع تلفزيون، ما مجبوره. يعني هذه هم نقدر نقول رسالة لكل المخرجين بالوسط الفني، انه اليوم انت من تريد تحتضن حنين احتضنها كممثلة كموهوبة، مو على مود امور اخرى دنيئة. لان هو الفن رسالة، انا اليوم اريد اوصل رسالة، لو انه نقول خلف الكواليس اكو رسالة بالطبع ثانية تتوصل للبعض مو الكل. يعني احنا انا قلت انه انا ما اريد اذكر اسماء، بس انه قلت للأسف كمخرجين اليوم انت انطي طاقة. احنا عندنا اسماء ممثلات معروفات اندفن، مثلا عندنا ست اسماء صفاء بيداء رشيد. لذلك انت همين لو تلاحظين انه احنا عندنا الفن العراقي مو كلش مشهور مثل مصر وهيك. اي مو احنا هسه حاليا يعني اللي يدجون للوسط، يعني مع جل احترامي للبعض مو الكل، دا يجيبوهم من الكوفيات ومن النوادي الليلية. هو الوسط اصلا مو